السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. جو ست یہ وظیفہ پڑھے گا اللہ اس کے چہرے کو خوبصورت بنائے گا، اس کا چہرہ نورانی ہو جائے گا انشاءاللہ. آپ کو یہ آیت مبارکہ ایک مرتبہ پڑھ لینا ہے روزانہ. اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب عدوي يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.